نعود مشاهدينا إلى تطورات الأوضاع في دمشق وريفها، ومعنا عبر سكايب مازن الشامي مدير مكتب وكالة قاسيون في دمشق وريفها. سيد مازن، أهلا بك معنا. هل ما تزال ضربات قوات الأسد مستمرة حتى الساعة على مدينة دوما، وكيف هي الأوضاع الأمنية هناك الآن؟ نعم، مساء الخير. بالفعل التصعيد لا زال مستمر، يعني هناك خبر هام وعاجل منذ قليل. استهدفت ميليشيات الأسد جبهة بلدة عين ترمى في الغوطة الشرقية بغاز الكلور السام والمحرم دوليا، مما أدى لإصابة أكثر من 30 شخص من مقاتلي فيلق الرحمن، طبعا أصيبوا بحالات اختناق. أتى ذلك الاستهداف طبعا بعد فشل ميليشيات الأسد من اقتحام المنطقة، حيث كبدت ثوار اليوم ميليشيات الأسد خسائر كبيرة بالعتاد والأرواح. أكثر من 35 عنصر قتلوا على جبهة زملكة من قوات النظام، منهم ضابط. كما استطاعت ثوار أيضا اليوم من تدمير دبابتين وعربة بي ام بي وتركس مصفح على جبهة جوبر وعين ترمى. طبعا هذه الجبهات التي تحدثت عليها الآن تسمى بجبهة مثلث الموت. النظام يحاول خنق حي جوبر ومحاصرة الثوار هناك عبر السيطرة على طريق الإمداد ما بين مدينة زملكة وبلدة عين ترمى. لذلك اليوم يعني بعد منع الثوار لتنظيم الأسد من التقدم، النظام مباشرة سارع إلى استخدام غاز الكلور من أجل التغطية على خسائره هناك. نعم، على الصعيد الإنساني مازن، هل المشافي الميدانية المتواجدة هناك مستعدة لاستقبال هذه الحالات، خاصة وأنه قوات الأسد استخدمت غاز الكلور السام، من حيث الطاقم الطبي ومن حيث المواد الطبية أيضا؟ طبعا بالنسبه للمشافي الميدانيه العسكريه، انا لا اتكلم عن المدنيه، العسكريه هي الوحيده التي تستقبل مثل تلك الحالات، كون المصابين هم من المقاتلين على جبهات حي جوبر. اما بالنسبه للمشافي الميدانيه الاخرى، اليوم تم استقبال الشهيد من الدفاع المدني في الغوطه الشرقيه، استشهد نتيجه قنص قوات النظام لهذا العنصر اثناء اسعاف الجرحى الذين سقطوا في كل من مدينه زملكه ومدينه دوما. حتى يعني اليوم صقبه وجسرين تعرضوا لغارات جوية عنيفة. اليوم كان حقيقة يوم قاسي جدا على أهالي الغوطة الشرقية وحي جوبر بالتحديد. طيب، على أثر الاشتباكات في حي جوبر مازن، هل شهد الحي حركة نزوح ربما للمدنيين، ربما لأماكن أقل تصعيدا أمنيا؟ طبعا بالنسبه لحي جوبر الدمشقي لا يوجد فيه مدنيين كثر، يعني هناك حوالي 52 عائله، يعني ما يقدر باكثر من 200 شخص فقط. نعم، الجميع نزحوا منذ سنين إلى الغوطة الشرقية، لكن اليوم التصعيد حقيقة كان كبير جدا. يعني تصوري 40 غارة جوية استهدفت حي جوبر، زملكة، عين ترمى، صقبها، يعني هذه المناطق الأربعة تم استهدافها ب 40 غارة جوية وعشرات صواريخ الأرض ومئات القذائف الصاروخية. النظام يريد السيطرة قبل اجتماعات جنيف والأستانة على مناطق جديدة في شرق العاصمة دمشق وخاصة حي جوبر. شكرا جزيلا لك، حدثنا عبر سكايب مازن الشامي مدير مكتب وكالة قاسيون في دمشق وريفها.